الله الله يا ماما، لو تشوفين اللي صار أمس شيء مو طبيعي. تخيلي مريم دخلت على الرجاجيل بالساطور، ولولو انحاشت بالشارع. طبعا أنا حطيت رجلي، انحشت بعد صراحة، تعرفتني يعني ذيبة بنتك. لكن هديل هديل لو تشوفين وجهها وهي منهارة شيء مو طبيعي. استمتعت بشكل متعة يما ما تتخيلينها ما تتخيلينها. شوي شوي يا ماما أكلمك شوي. هلا حبيبي، هلا وسهلا. شلونك يا عمري بعد الحوسة اللي صارت أمس؟ يلعن بليس هذه مريم مجنونة، والله مجنونة. إيش فيك؟ سامية؟ لبي حبيبي. خربتي بيتك بيدك، وقبلها خربتي بيت مريم، وقبلها خربتي بيت لولو، وقبلها خربتي بيت هديل. إيش تبين؟ تبين الدور عليك؟ روح يا خوان، ما عندك ضمير. استدار الوقت وكشف لي غلاك. الدور عليك يا سامية. غريب، وش قصدك؟ ايش فيك سامية؟ سامية انت طالق. ايش قلتها مرة واحدة ما بيكررها. انت طالق مرة واحدة يعني؟ ثاني ما تحسب، انت طالق كذا مرتين. لا احسب الاولى بس.